من هذه المباراة أول تغيير اضطراري لفريق إشبيلية. ترى كريم زين بنزيما في كرة صعبة لصالح فريق الريال. كريم بنزيما جول. كريم بنزيما عندما انطلق تذكر أديبايور. كريم بنزيما عندما انطلق تذكر مورينيو. كريم بنزيما عندما انطلق وروغ تذكر ايضا الكل من شكك في قدراته وامكانياته. ليس معناه ان نسجل هدف بهذه الكيفيه انه مكانته اساسيه في فريق ريال مدريد، ولكن عمل كبير ينتظره الا فالدانو من كان يؤمن بقدرات اللاعب كريم بنزيما. من عنده الكره لسيرجيو لأوزيل، رجعت له الكره، انطلق فضل المراوغه الاولى ثم الثانيه وباليسرى يسجل ببراعه. كريم بنزيما يفتح مجال التسجيل للريال في ملعب رامون سانشيز بيخوان امام فريق إشبيلية.